بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتسديد والتوفيق والتثبيت في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذا هو الحديث الثالث من حديث الأذان، باب الأذان. الأول كان حديث قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والحديث الثاني حديث أبي جحيفة وهو يحكي صفة أذان بلال وأنه كان يلتفت بالحيالتين، وهذا كله مر معنا. ومر معنا الأذان من حيث تعريفه لغة واصطلاحا وجمل الأذان وعدد جمل الأذان والخلاف في عددها، قيل 15 جملة الأذان وقيل 19 وقيل 17 على ما أشرنا إليه فيما مضى. كما ذكرنا أيضا الأذان وأنه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، والخلاف في هل هو واجب فرض عين أو فرض كفاية أو سنة، هذا كله أشرنا إليه، لكننا متفقون على أنه من شعائر الإسلام وأنه يقاتل أهل بلد لو تركوهما، لأنه لابد، لأن الدليل على أن البلدة إسلامية وأن البلد الإسلامي هو ظهور شعيرة الأذان. وتكلمنا عن جمل الأذان من حيث ما اشتمل عليه الأذان، وأنه يشمل أمور الإسلام كلها، وأن على التوحيد وعلى المعاد وعلى الفلاح وعلى كل خير في هذا الدين وعلى الشهادتين، وهذا كله تكلمنا عنه في الجلسات الماضية. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. الأصل في الأذان أنه كما قلنا في تعريفه إعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الفريضة، ولهذا بعضهم قال الإعلام بدخول الوقت أو بقربه، أو بقربه ليدخل أذان بلال هنا لأنه يؤذن بليل. الأصل أن الأذان كما قلنا أنه إعلام بدخول الوقت، وأنه لا يجوز أن يؤذن المؤذن قبل الوقت، لا يجوز أن يتعمد أن يؤذن قبل الوقت، هذا لا يجوز ويمنع، ولو تجاوز فإنه يؤدب وقد يعزل، لأن المقصود هو أن ينبه الناس على دخول الوقت
حتى يوصلوا في الوقت، لأنه لو أذن قبل الوقت لغر الناس، وصلوا قبل الوقت، وصلت قبل الوقت لا تجوز ولا تقع ولا تصح. فالمقصود أن الأصل في الأذان أن يكون إعلام، أن يكون إعلاما بدخول الوقت، يعني وقت الفريضة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، إلا الفجر. الفجر لا مانع أن يؤذن قبل الوقت، لكن لا بد أن يبلغ الناس، لا بد أن يبلغ الناس أنه أذن قبل الفجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس وقال إن بلالا يؤذن بليل، بمعنى لا تعتمدوا أذان بلال في دخول الوقت، وإن كان له فوائد سأذكرها، لكن المقصود أن الأصل في الأذان أن يكون إعلاما بدخول الوقت. ولهذا الظهر ليس له أذانان، العصر ليس له أذانان، والمغرب والعشاء كلها أذان واحد وهو عند دخول الوقت. أما الفجر فلا مانع أن يكون هناك أذانان، لكن لابد أن يبلغ الناس وأن يعرف الناس ويفرق الناس بين الأذان الأول والأذان الثاني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، يعني أنه أذن قبل دخول الوقت، أذن في الليل. ولا شك طبعا الحكمة من الأذان الأول الفجر لأن الناس نائمة، بل حتى جاء في الحديث الرواية اللفظ الآخر لفظه إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، يرجع القائم بمعنى إذا كان بعيد أو له أغراض حتى يعود، وإذا كان نائم يقوم، وأيضا القائم حتى يتهيأ إذا كان يريد أن يصوم وسحوره ونحو ذلك، والنائم ليقوم أيضا إذا أرد حتى يتهيأ ويصلي من الليل أو يصلي وتره ونحو ذلك. فالأذان الأول للفجر له وظيفة أو له غرض أو له حكمة، وهو كما قال ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، أو كما جاء في الحديث. وليس هناك أذان قبل الوقت إلا الفجر. وإذا أراد المؤذن أو الحي أنهم أن يؤذن المؤذن أن يؤذن قبل الفجر لابد أن يبلغ الناس، يقال لهم إن الأذان إما أن يكون مؤذنين كما هنا بلال وابن مكتوم، أو هو مؤذن واحد لكن يقول لهم ترى الأذان الأول الساعة الفلانية، هذا ليس إعلاما بدخول الوقت، وإنما هو للتنبيه أو للسحور أو نحو ذلك، أو يستيقظ النائب. ولهذا كما في الحرمين في الأذان الأول، في الأذان الأول وفي الأذان الثاني. وأيضا لا ينبغي أن يكون الفاصل بين الأذانين طويلا، ينبغي أن يكون قصير لا يكون طويل. أولا لا شك أن الناس النائمة من حقها أن تنام ولا توقظ مبكرة إلا في حدود ما يؤدي الغرض، بل حتى جاء في بعض الروايات أنه ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا من ضيق الوقت بينهما. لا ينبغي أن يكون الفصل كبير إلا بقدر كما قلنا يؤدي الغرض، يعني في حدود نصف ساعة أو ما يقارب ذلك، ولا يكون فاصلا كبيرا. ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يكون في المسجد أكثر من مؤذن، أن يكون مؤذنا فأكثر لا مانع، لكن لابد أن يرتب الأمر حتى لا
يلتبس على الناس يرتب سواء في طريقة الأذان أو وقت الأذان أو كيف يؤذنون، لأن أحيانا يعني في في فيما ذكر العلماء وقد يكون حصل في بعض القديم قبل أن يأتي مكبرات الصوت كان يؤذن في المنارة مثلا اثنين فقد يجتمعان جميعا ويلقيان الأذان دفعة واحدة من أجل أن يبلغ الصوت أبعد مدى، أو أن أحدهم يكون في الركن الغربي والثاني الشرقي مثلا أو الشمالي أو الجنوبي من المسجد، وبحيث أنه لا يكون فيه تشويش، أو بالتناوب هذا يؤذن السبت وهذا الأحد أو هذا يؤذن العصر وهذا المغرب، المهم يرتب، المهم أنه لا مانع أن يكون في المسجد أكثر من مؤذن، لكن يكون الأمر مرتبا بينهما حتى لا يحصل لبس لا على الناس ولا أيضا بين اختلاف بين المؤذنين. كذلك أيضا من فوائد الحديث أنه يجوز أنه يصح أذان الأعمى، لأن ابن أم مكتوم كان أعمى، عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه كان أعمى، ومع أنه أعمى استخلفه النبي على المدينة، استخلفه على المدينة مما يدل على أنه يعني شخصية كبيرة وأنه أيضا يحسن أن يدير، فجعله استخلفه في أحد أسفاري استخلفه في على المدينة. فالأعمى يجوز أن يكون مؤذنا لكن أن يكون ضابطا يعني في الوقت، إما بنفسه وإما أن يعلم، ولهذا جاء في الروايات أنه لا يقال لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، حتى يقال له أصبحت أصبحت، بمعنى يبلغونه أن الوقت قد دخل فيقوم يؤذن. ولهذا بعضهم يقول، وحتى أن بعضهم قال لا يعتمد عليه في علمه، لابد أن يكون عنده من يعلمه، لكن ما يبدو هذا إذا كان يحسن ودقيق، أو حتى الآن أيضا في الأجهزة الآن والأدوات والآلات الحمد لله يعني يستعملها أو يحسن استعمالها المبصر وغير المبصر. فالمقصود أنه يجوز أن يكون الأعمى مؤذنا. كذلك أيضا من فوائد الحديث كما قلنا أنه لابد أن ينبه الناس إذا كان للفجر مؤذنان أو أذانان، لابد أن ينبه الناس على أن الأذان الأول يقوم به فلان وبالساعة الفلانية، والأذان الثاني يقوم به فلان وبالساعة الفلانية، هذا هو الذي لابد أن يعلم الناس، لأن المقصود من الأذان هو إعلام الناس، المقصود هو إعلام الناس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا إذن الحديث الرابع في من حديث باب الأذان، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا أيضا من سنن الأذان وآدابه ومستحباته، وهو أنه على من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول، وفي هذا أجر عظيم، ودلت عليه أحاديث كثيرة، وأنه يعني يغفر له وحلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فإذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، بمعنى إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر وهكذا. والإجابة تسمى إجابة، تسمى إجابة المؤذن، والإجابة
فهم العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا، سمعتم فقولوا، بما أنه بعد كل جملة يقول. فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول أنت بعده الله أكبر، وهكذا. لا أنه إذا انتهى من الأذان تقول، وإن قال بهذا بعض أهل العلم، لكن الذي عليه العلماء أنه يقول بعد كل جملة، بعد كل جملة ينطقها المؤذن تقول أنت بعده مثل ما قال. إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال الله أكبر الله أكبر مقرونة تقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا. وإذا تشهد تشهد مثله، إلا في الحي على، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فلا تقول أنت حي على الصلاة. لماذا؟ لأن المؤذن ينادي ويعلم بالوقت وينادي الناس ليصلوا، أنت لا، أنت حينما تجيب لست مناديا ولا مؤذنا، فليس من المناسب أنه إذا قال حي على الصلاة أن تقول حي على الصلاة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذا إذا قال حي على الفلاح. ما مناسبة ذلك؟ لا شك طبعا أن كما قلنا أن جمل الأذان هي توحيد وتدل على معالم الدين الكبرى، فالله أكبر تدل على كمال الله في أسمائه وصفاته، وشهادة لا إله إلا الله تدل على التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله تدل على الشهادة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال حي على الصلاة فالمؤذن ينادي من يسمعه إلى أن يأتي الصلاة، أنت لا تقول حي على الصلاة، إنما أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أن المؤذن خاطبك وقال لك حي على الصلاة، يعني هلم وتعال إلى الصلاة، فجوابك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة كما تعرفون، وهي يعني من 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 أعظم أنواع الذكر، ولهذا يقولها المسلم حتى من غير أذان، كنز من كنوز الجنة، وتقول أنت في أحوال كثيرة ولو فقهت معناها لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا تحول ولا تغير ولا تغيير، فالحول التحول والتغيير، والقوة التي هي القدرة على الفعل. لو استحضرت، ونحن نتكلم عن الأذان، لو استحضرت حالك والمؤذن يؤذن، أنت قد تكون في الدكان أو في المزرعة أو في السوق أو في المدرسة أو في أي حال أو في أي نوع من أنواع الأعمال أنت غارق فيه، فأنت حالما تسمع المؤذن وتجيبه، طبعا كما قلنا الأذان هو يشتمل على معالم الإسلام الكبرى ومعالم الدين، فأنت جددت إيمانك وشهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجاء الغرض وهو حي على الصلاة، يقولك هو يقول هلما تعال، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من الحال الذي أنت فيها في تجارتك في سوقك في مزرعتك في أي حرفتك، ما الذي يعينك وينقلك
ويرفع عنك الكسل وألا تغرق في الدنيا ولا تغرق في رغباتك الخاصة إلا الله سبحانه وتعالى. فحينما قال تعال هلم حي على الصلاة حي على الفلاح قلت أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى لا تحول ولا لا قدرة لي ولا قوة عندي إلا من الله، بمعنى استعانة بالله عز وجل على أن ينقلك مما أنت فيه لي تذهب تجيب المؤذن وتتهيأ لي الصلاة وتقف بين يدي الله عز وجل. فأنت تقول لا حول يعني لا تحول ولا قوة، يعني طبعا القوة هنا ليست فقط ليست القوة البدنية، وقد يكون أهم منها القوة الباطنية قوة الإرادة. ولهذا لاحظوا في حتى في حال أهل الدنيا لا يتميز من يتميز ولا ينجح من ينجح ولا يعني يتقدم من يتقدم إلا إذا وهبه الله قوة إرادة وعزيمة وهمة حتى يبلغ ما يبلغ. فلا شك أن المؤذن حينما يؤذن والناس في أعمالها وفي تجاراتها وأسواقها غالبا أنها غارقة، بل أحيانا عندها ما يشغلها وعندها ما يملأ وقتها ويملأ رأسها ويملأ قواها، مشغولة بتجاراتها بأعمالها بزراعتها. ما الذي يجعلها تترك كل ما في يديها وتنطلق للمسجد؟ ما في إلا قوة من الله عز وجل، وكما قلنا قوة الإرادة. فأنت تسأل الله عز وجل أن يضع فيك القوة وأن يضع فيك أيضا التحول، بمعنى قد يكون من التحول يعني أنت في تتصور أن الإنسان قد غرق في عمله في تجارته، ما الذي يجعله يتحول من الميول نحو هذا العمل اللي هو فيه إلى أن يتحول إلى العبادة؟ فعندك التحول وعندك القوة، هذه كلها من الله عز وجل. فأنت حينما تسمع المنادي ويقول لا حي على الصلاة حي على الفلاح، أنت تستحضر هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الذي ينقلني مما أنا فيه ويهبني أو يهبني قوة الإرادة والانتقال مما أنا فيه إلى عمل الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل. ولا شك أنه أعظم مما أنت فيه. فإذا السامع يقول مثل جمل الأذان الله أكبر الله أكبر، لكن إذا جاء حي على الصلاة فلا يقول لا، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كما قلنا إلا في الحيالتين. وكما قلنا الإجابة تكون لكل جملة، كل ما قال المؤذن جملة تقول أنت بعده الجملة التي قالها. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله أكبر.
ولا تنتظر إلى أن يفرغ من الأذان ثم تعيد الأذان. وإجابة المؤذن تكون في جميع الأحوال، على أي حال أن تجيبه، إلا إذا كنت في قضاء الحاجة. كنت على حال قضاء الحاجة لا تجيب، لكن لما إذا خرجت أن تجيب، يعني كأنه نوع من القضاء، لكن وأنت على قضاء الحاجة لا تجيب، وإلا المطلوب أن تجيب المؤذن على أي حال، سواء كنت في كما قلنا السوق، في التجارة، في البيت، في 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 السيارة، في أي مكان تجيب. وغالبا الإجابة هي على المؤذن الذي يؤذن أذان حيا، لكن تسجيل لا، إذا كان المؤذن تسجيل أو في غير الوقت، وإن كان في الوقت الحاضر الآن مع ما يعني جاءت به المخترعات الحديثة، أحيانا أن تكون في المغرب أو في الهند وتسمع تسمع الأذان الحرم مباشرة حي منقول، إما في التلفزيون أو في الراديو أو في أي أداة من أدوات النقل حي، يأذن الظهر في الحرم بينما هو في الهند بعد العصر، وفي المغرب لا زال في أول الصباح، والأذان حي مباشر. هل تجيب؟ الذي يبدو أنه يجيب، ما دام الأذان حي يجيب، وإن كان هو لست المنادى. أذان الحرم ينادي من دخل الوقت عندهم، ينادي من دخل الوقت عندهم، أما الذين لم يدخل الوقت عندهم لا يناديهم ولا 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 ولا, ولا يقصدهم بالنداء، وينادي من يسمعه من الوقت في 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 في, في محيطهم. كذلك أيضا أحيانا ما تسمع الأذان كله، قد تسمع لكنهم إما ينقطع الصوت أو أن التقطع أو الريح تأتي به وتصرفه، فأنت تجيب بما تسمع، بالذي سمعته، تجيب بالذي سمعته، فهذا أيضا من الأحكام التي ذكرها أهل العلم. المقصود أن من يعني توجيهات ديننا وتعليمات ديننا أن المؤذن إذا أذن أنه ينبغي لمن سمعه أن يجيبه، بل حتى بعض العلماء قال أنه يجب، لأن الرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا، وقال أن هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن يعني أولا لا تلزم، ولهذا نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يتحدثون والمؤذن يؤذن، عن حسن البصري وعن غيره أنهم أحيانا قد يتحدثون والمؤذن يؤذن، وإلا كان ينبغي أن لا أن لا أن لا أن لا ألا يتحدث أحد، لكن يدل على هذا على أنه ليس على الوجوب. والأولى أن أنه أن يتوقف من يعني مشغول بشيء، أن يتوقف حتى يجيب، حتى يسمع الأذان ويجيب المؤذن. أيضا جاء في من الآداب أنك إذا أجبت المؤذن وانتهيت من الأذان، أنتهيت من الإجابة، أنك تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا وسيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال مثل هذا ثم سلوا الله هذه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي
يوم القيامة. فأيضا هذا مما ينبغي أن نعرفه المسلم وأن يقول يقوله، والحمد لله كثير المسلمين يعرفون هذا ويقولونه. اللهم رب هذه الدعوة التامة هي الأذان، والصلاة القائمة التي هي أذن لها، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وهي طبعا قد تكون الشفاعة الكبرى التي يعتذر عنها النبيون، فيتقدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها في حديث الشفاعة الكبير وهي الشفاعة الكبرى. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. الله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.